عند العدو مغيار ونسى في منادمها نفيسة في مغانمها لها عند الشدو جدلو ولها عند العدو مغيار. إذن بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين متابعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء تتواصل الانطلاقات وتتواصل التحديات في هذا المساء هنا في مهرجان ولي العهد في هذا اليوم المخصص لسن الحقائق مع انطلاقة شوطنا السادس للقعدان الحقائق من مسافة 3 كيلومترات مقدمة الأسماء والصدارة وأول المنطلقين أرى لطام من يتقدم مع أول المراكز فهد بن نامي بن محمد الدوسري إذا لطام يتقدم إلى الأمام هنا مع أول المراكز وأول التحديات ثاني الأسماء وصل هنا زود مع سعد بن محمد بن سعد الحمده المري من يقدم لنا زود ويقول أنا بهالشوط موجود مع ثاني التحديات وثاني المنطلقين يعلن تواجد هذا الشعار ثالث الأسماء وصل هنا مسامح محمد بن حسين بن علي العجمي مع ثالث الأسماء وثالث المندفعين في هذا المسار رابع المراكز وصل الفايز راشد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية مع رابع المراكز من يقدم لنا الفايز باحثا عن الفوز والانتصار بهذا الانطلاق الممتاز وصل شعار ممثل المملكة وصل شعار عامر بن راشد بن سعيد البريسي المري مع شاهين من انطلق الآن إلى رابع التحديات ولكن العودة إلى المقدمة إلى الصدارة إلى من يحمل رقم 1 هو في النمبر 1 في هذا المسار زود 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 سعد بن محمد بن سعد الحمده المري من يقدم لنا زود على الصدارة الأولى ولكن أرى الانطلاق من لطام باحثا عن حقوقه المسلوبة لطام من يتقدم بشعار فهد بن نامي بن محمد الدوسري من غير إلى الصدارة إلى مقدمة إلى الانطلاق الممتاز ولكن يا سلام وصل الشعار الخطير وصل هنا شعار عامر بن راشد بن سعيد البريسي المري مع شاهين مع ثالث التحديات وثالث المندفعين في هذا المسار رابع المراكز وصل المقنع على رابع المراكز خصم بن سعيد بن حميد المسلمي في أول نداء لهذا الشعار وخامسا وصل الفايز راشد بن علي بن سالم الدعية ولكن العودة إلى الصدارة إلى الكوكبة الثلاثية مع الكيلو متر الأخير الكيلو المتر الخطير يا سلام يا سلام بالراية بدأ يرفع راية التحدي هنا بالانطلاق الممتاز مع شاهين والنماس العين يا راعي شاهين بهذا الأداء اللي يسر العين ما شاء الله تبارك الرحمن انطلق بالانطلاق الممتاز بالاندفاع المميز عامر بن راشد بن سعيد البريسي المري ليعلن تواجد هذا الشعار بكل قوة حاضرا في هذا المسار في هذا الانطلاق الممتاز ولكن لكن القادم هنا وصل صاطي عبد الله بن حمد بن حذرين المخلفي مع صاطي ولكن العودة إلى شاهين مع 500 متر الأخيرة الله 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 بدأ يستعرض مهاراته الكبيرة شاهين 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 مع عامر بن راشد بن سعيد البريسي المري غادر بنوماسي هذا الشوط كل ما أسرع يزيد لك واحتياطه ما نقص بالعكس زاد سلام شاهين سلام سلام ابناء السح سلام عامر بن راشد بن سعيد البريسي المري من غادر بنماسي هذا الشوط مع شاهين سلام تحية واحترام لهذا الشعار المتألق دائما وابدا في المحافل الكبرى سلام شاهين سلام وهاي لحظة وصول شاهين إلى خط النهاية معلن الفوز والنوماس ثاني المراكز
المراكز وصل شاهين صقر بن صالح البقمي وثالث المراكز، وصل شاعر عبد الله بن حمد بن حدرين مع ساطي مع ثالث المراكز، ورابعا وصل جل همك مع بيشان بن محمد بن فهد الرزق العجمي، وخامسا وصل شعار محمد بن عويض بن عود أهلجاني مع صايف على خامس المراكز. إذا تهانينا والنماس لمالك شاهين عامر بن راشد بن سعيد البريصي المري، قاطعا مسافة 3 كيلومترات بزمن وقدره 4 دقائق و45 ثانية و23 جزءا من الثانية. مع عامر بن راشد بن سعيد البريصي المري من قدم لنا الأداء الكبير والممتاز ليكون هو نجم هذا الشوط بكل جدارة واستحقاق. وصل على ثاني المراكز الشاهين مع صقر بن فالح البقمي 4 دقائق 53 ثانية و71 جزءا من الثانية. وثالثا ثالث المراكز ساطي عبد الله بن حمد بن حثلين 4 دقائق و53 ثانية 81 جزءا من الثانية.